السلام عليكم. اليوم راهي سخانه، خينا بلاصه شويه فيها الظل. رانا في رمضان مع صيام، وراهي زوج ونص ثلاثه غير ربع. حبينا نشوفوا الناس اللي يحبوا سبور اسكو يديروا سبور في هذا الوقت وفي هذه السخانه، وعلاش يديروا سبور. هيا تفضلوا معنا. انا قدك جوا زوج ونص لهنا، بدينا نديرو فوتينغ داخل، نديرو شويه زيتيرمون، نلعبو شويه بالون، نجيبو بيها العشوه خمسه تاع كونفيرمون. اليوم بدينا جوا زوج ونص هكذاك، بدينا جوا زوج ونص، ما لحقناش بكري كيما موالف. بون جرينا ما جريناش بزاف، جرينا واحد 20 مينيت هكذاك، شويه لي شوفمون، نلعبو شويه بالون ونجو رايحين. قال والله بالك نلحق للدار ندير فيها دوش تاعي، دي فوا نرقد ودي فوا لا دي فوا راني قاعد مع خويا عنده تحت زواوش كذا، نقعد معاه نجوز الوقت حتى السبعة. انا راني ندير لابيونس كل يوم من 3 حتى الربعة، ما ندوش نلقى في روحي راحه تامه بور ما نورمال. يعني نحكم المانتيا تاعي دائما سبور تاعي ما نفورسيش. بور واحد مو سبورتيف يجي صعيبه شويه بزاف، مي واحد سبورتيف ولا الدنيا منه يعرف كيف يديريجي الكور تاعو، يعرف كيفاش الانرجي تاعي كيفاش يقسمها في الوقت تاعو، تجيها حاجه عاديه. حنا رانا نتماشاو مع الوقت، سمع الخمسات هي خلاص الوقت تاع الحجر الصحي، نسيون نبداو على 3 4 4 ونص، وزيد هي تقدر تعطيك مناعه اكثر من حاجه واحده اخرى. كل جور كل يوم عزوج ونص ما تعياش، توصل الدار دويشه ما بارد، تولي اون فورم كتر ملي كنت قبل ما طونطريني يا اخو.